أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية بعد أهم العناوين. شرق الأوسط، صواريخ تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد. في المدى نطالع، المتظاهرون يدعون إلى مليونية وطنية تطوق المنطقة الخضراء. في العربي الجديد، انتفاضة العراق، مسلحون يحرقون خيام المعتصمين في ذي قار. في القدس العربي، انتشار أكبر لانتفاضة العراق بعد تصعيد نظام العنف، والصدر يهدد بدعم أجهزة الأمن. العرب اللندنية، انتفاضة العراق تترقب تظاهرة مليونية من البصرة إلى بغداد. في عربي 21، متظاهرو لبنان يتوعدون بإفشال جلسة الموازنة. وفي الرياض السعودية، عبد المهدي، استهداف السفارة الأمريكية في بغداد قد يجعل العراق ساحة حرب. المكسب الذي حققته الانتفاضة هو إسقاطها مشروع الطائفية السياسية وتعطيلها النهائي حروبها ذات العناوين المتعددة، مما نقل وظائف هذه الانتفاضة إلى مستوى جديد في العراق، عليها أن تتحمل مسؤولياته وأخطاره. وهذا مقال الكاتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية. لم تتردد الأدوات الميليشياوية بعد قرار الصدر الأخير في الكشف عن وجهها الدموي الغريب عن أهل العراق، بعد أن اختفت خلال الشهور الثلاثة الماضية خلف عنوان الطرف الثالث. كما لم تعد التعبيرات الإعلامية الفضفاضة للصدر قادرة على تمرير رغباته الحقيقية وتطلعاته السياسية في المناورة على حيثيات الانتفاضة ومتطلباتها الحقيقية في إزاحة النظام السياسي القائم، حين قرر تنظيم مليونية رفض الوجود الأمريكي في العراق موازية لمليونيات المنتفضين في العاصمة والمحافظات الجنوبية التي لم تختلف على هذا المطلب، لكنه لا يشكل أولوية عراقية تفوق أهداف تصعيد الضغط على الأحزاب السياسية وإجبارها على القبول بمرشح لرئاسة الحكومة وفق شروطهم. رغم جسامة تكاليف الدماء الزكية للشباب في مواجهة الحلقة الجديدة من مسلسل الموت الذي تنفذه دولة الميليشيات، إلا أن هذه المرحلة بقدر ما هي خطيرة فهي تضع الانتفاضة أمام مسؤوليات مصيرية قد يرى البعض أنها فوق طاقتها وإمكانياتها مقابل إمكانيات السلطة اللوجستية. ولكن ما تمتلكه هذه الثورة من سلمية وعدالة مطالب تبقى متفوقة كما هي الثورات الأصلية على الحكومات المستبدة، حتى وإن كانت خلفها قوى تدعي جبروتها. ويضيف الكاتب، حققت الانتفاضة في غضون 3 أشهر أهدافا مهمة على الرغم من بساطة إمكانياتها المادية والتنظيمية، فقد طرحت معاني الوطنية الحقيقية في ميادين الوعي السياسي ومظاهر متعددة في رفع شعار مقاطعة البضائع الإيرانية والترويج للبضائع العراقية. وأصبح التكافل الاجتماعي في ساحات التظاهر بمختلف المدن العراقية ظاهرة شائعة. تأتي آخر التطورات السياسية العراقية من ذلك البلد المهم جدا استراتيجيا لكل دول المنطقة، الخليجيين، الإيرانيين، الأمريكيين على حد سواء. تخبرنا التطورات أن الحركة الشعبية قد عاد وبقوة. هذا مقال الكاتب عادل عبدالله المطيري في صحيفة العرب القطرية. اللافت للانتباه في معركة العراق السياسية هو أن الولايات المتحدة وبعض العرب غير الديمقراطيين لا خيار أمامهم إلا دعم الانتفاضة الشعبية العراقية والدعوة إلى إقرار نظام ديمقراطي صحيح ليتمكن من تحييد القوى غير الوطنية ويجعل القرار العراقي موزعاً بين القوى العراقية، ومن ثم فلا أحد يستطيع الاستئثار به. وهذا الأمر هو الضمانة الاستراتيجية للعرب والأمريكيين بأن لا ينحاز العراق إلى إيران على حساب المصلحة الوطنية التي ربما
ستتقاطع مع مصلحة العرب والأمريكيين. يبدو أن الجميع يراهن على أن الحركة الشعبية في العراق يراهن على هذا الحراك، هل سينجح أم سيقمع كأغلب الثورات العربية؟ وإذا استطاع النجاح فكيف سيتعامل مع المعضلات الاستراتيجية الكبيرة التي سيرثها كالعلاقات العراقية الإيرانية والشراكة مع أمريكا وكذلك العلاقات العراقية الخليجية؟ منذ أن أصدر مجلس النواب العراقي قراره إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق، يجرى حوار غريب بين الحكومة العراقية وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عن هذا الموضوع كتب رافد الجبوري في صحيفة العربية الجديد، لنتابع. يتجاهل كل من ترامب والحكومة العراقية الحقائق ويخوضون في تسييس المواقف ويستمر حوارهما الغريب. فترامب ومسؤولو إدارته يرددون ادعاءهم أن العراق يحتاجهم وأن وجودهم هناك يهدف إلى دعم العراق قوياً ومستقراً وصاحب سيادة، بينما تقول الحكومة العراقية والقوى المسيطرة عليها إن القوات الأمريكية هي من يخرق سيادة العراق. الحقيقة أن السيادة العراقية تتعرض للطعنات من جميع الاتجاهات، لكن السيادة باعتبارها مبدأ لن تتحقق إلا ببناء دولة تقوم على ثوابت مشتركة يتفق عليها أبناؤها ويدافعون عنها وتميزهم عن الدول الأخرى المجاورة منها وغير المجاورة. أما الولايات المتحدة فلها مصالح في العراق تجعل اهتمامها به أكبر، لكنها هي من مهدت ودعمت وبنت عملياته السياسية التي وصلت اليوم إلى أزمة كبرى، وقد لا تبدو راغبة في التدخل في حل تلك الأزمة انسجاما مع مبدأ ترامب في الابتعاد عن عملية بناء الدولة ومؤسساتها في دول العالم، وهو الأمر الذي تورطت فيه إدارة جورج بوش الابن وكانت نتائجه معروفة. سيستمر الضغط السياسي من ميليشيات الحشد لفرض الخروج على القوات الأمريكية، بينما قد تستمر إدارة ترامب في تجاهله، ما يعني أن الأمور ستسير نحو أزمة داخلية في العراق بشأن الموضوع وأزمة خارجية بين الحكومة العراقية وواشنطن بشأن قانونية الوجود. ما هي صفقة القرن وماذا بعد رفضها؟ سؤال طرحه الكاتب ياسر زعاتر في مقال بموقع عربي 21. لا نحتاج إلى كثير من التحليل كي ندرك أن القيادة الفلسطينية سترفض صفقة القرن التي ستناقشها القيادة الأمريكية مع نتنياهو وغانتس بعد يومين. الحقيقة أن شيئاً لن يتغير في مواقف السلطة ولا مواقف الأنظمة المهمة التي تتساوق مع الأمريكيين والصهاينة، كل طرف وفق حساباته. وإذا لم تندلع انتفاضة شاملة فإن الترتيبات الإقليمية التي تحول المؤقتة إلى دائم ستمضي وفق ما هو مخطط لها. وإذا لم يفرض الشعب الفلسطيني موقفه على قيادة حركة فتح بوجود عباس أو بغيابه الطبيعي، فإن علينا أن ننتظر تغييرات إقليمية ودولية تسمح باندلاع الانتفاضة التي تعيد تصويب البوصلة. بوصلة الشعب الفلسطيني التي ضيعتها قياداته الراهنة، وبوصلة الوضع العربي الرسمي الذي يعيش تردياً غير مسبوق، وحيث تركز محاوره الرئيسة على مطاردة أشواق الربيع العربي والإسلام السياسي مع أولوية حرب تركيا وقطر لذات السبب، وبدرجة ثانية إيران التي يكتفون في مواجهتها بتحريض الأمريكي. قبول الصفقة إذن يعني انتحارا معلنا لن تجرؤ عليه لا هي ولا أي نظام عربي رسمي، لأن أحدا لا يجرؤ على التوقيع على صفقة تتنازل عن القدس، فضلا عن التفاصيل الأخرى التي تتقدمها مسألة عدم الاعتراف بأي جزء من الضفة الغربية كأرض فلسطينية، ولكونه ينسف الرواية الصهيونية بشأن الصراع ومقولة يهودا والسامرة وأرض الآباء والأجداد. مسلمو روهينجيا إبادة شاملة وصمت دولي، هذا مقال للكاتب سعيد الشهابي في صحيفة القدس العربي، لنتابع تفاصيله. جاء قرار محكمة العدل الدولية صفعة للمؤسسة العسكرية البورمية وضربة للرئيسة التي فقدت مصداقيتها أمام العالم وسحبت عدة جوائز منها منحت لها، ومنها جائزة منظمة العفو الدولية وجائزة حرية مدينة أوكسفورد
أيا كان الأمر، ثمة شعور متفاوت ومضطرب بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية. فهناك ترحيب عام بصدور القرار، لأنه أولاً تأكيد لظلامة مجموعة من البشر لم يرتكبوا جرماً بل اضطهدوا بسبب معتقداتهم. ثانياً أنه قد يساهم في تخفيف حملة الإبادة ضدهم من قبل حكام ميانمار. ثالثاً أنه بداية جديدة لموقف دولي ينصف الضحايا ويعترف بتعرضهم للإبادة. رابعاً أنه يمثل ضغطاً على الدول الإسلامية للقيام بعمل جاد ومتواصل لحماية الأقليات الإسلامية في البلدان الأخرى. خامساً أنه تجسيد آخر لما يمكن أن تختزنه النفس البشرية من مشاعر شريرة تجاه البشر الآخرين. إن قرار المحكمة إذن بشأن روهينجيا يؤكد قدرة المجتمع الدولي على القيام بدور ما إذا امتلك الإدارة وانبرى للدفاع عن المظلومين في أي مكان. ما الذي ننتظره في المرحلة المقبلة من سلطة تبني بينها وبين من تدعي تمثيلهم جدار عزل مكهربة؟ عن لبنان كتبت منى فياض في موقع الحرة عراق. أسبوع الغضب الذي سبق ولادة الحكومة في لبنان والعنف الذي تلاها قلب ثورة اللبنانيين واللبنانيات من ثورة أثارت إعجاب العالم بسلميتها والطاقات التعبيرية والفنية التي فجرتها والنقاش الفكري والقانوني الذي فتحته إلى فوضى وعنف تسبب ب500 إصابة بيومين والعدد ينحو للتصاعد. أخيراً حصل الذين لا يطيقون ثورة من دون دم على مبتغاهم. لست ألوم أحداً بالطبع، ولا يمكن اتهام كل من استخدم العنف بالمندس أو المأجور. يبدو أنه يصعب على البعض ضبط النفس بعد مماطلة السلطة وتجاهلها التام لما يحصل لأكثر من 3 أشهر. فاستمرار السلطة بنفس الألاعيب المعتادة دون خجل أجج الغضب الشعبي، لكن أمر من هم في السلطة ليس بيدهم. صحيح أنهم أسياد لعبة المحاصصة والطمع بحصة إضافية والصراع حول حصتك أكبر من حصتي وتقاسم الحقائب الخدمية، لكن هناك من يقرر عنهم ويستخدم مبضع الجراح عند اللزوم فتتألف الحكومات. تضيف الكاتبة: تعاني السلطة من آفتين متلازمتين، حالة انفصال تام عن الواقع وحالة انعدام المسؤولية والفشل في القيام بأي ذرة إصلاح. بحسب تعبير الكاتبة فلا يزال خطابهم يتكرر: نحن مع المحتجين، مطالبهم مطالبنا، وجعهم وجعنا. وكأنهم متفرجون، لكنهم يقسمون الثوار بين حقيقيين ومزيفين ويصفونهم بالشعبوية والراديكالية. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أهلا بكم مجددا في صدى الأقلام. توفي أسطورة كرة السلة المعتزل كوبي براينت في حادث تحطم طائرة مروحية في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا، وذلك بحريق في مروحيته الخاصة. أكدت مدينة كالاباساس عبر حسابها في تويتر وفاة الأسطورة المعتزل، وقالت: بحزن شديد علمنا بوفاة كوبي براينت وأربعة آخرين بتحطم مروحية في كالاباساس. وتأتي هذه الحادثة الصادمة لكل عشاق كرة السلة بعد ساعات من تخطي ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز الحالي، تخطيه رقم نجم الفريق السابق براينت 41 عاما بوصفه ثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم من الرافدين، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد في رعاية الله.